دلوقتي هنقابل سلمى عمرو شرف مسؤول خدمة العملاء في فرع البر الشرقي، وهي حاصلة على دبلوم في الاقتصاد والموارد المالية. الفروع بحسابات كده بسيطة بتستقبل يوميا من 350 ل 400 عميل، أيام الحد ممكن تعدي ال 500 لحد الخميس. صح كده؟ بنتعامل ازاي مع هذه الأعداد؟ طبعا بنتعامل بكل احترافية وتقدير برضو للعميل اللي موجود، برضو العميل فيه وقت معين ما بيتعدهوش. طبعا احنا حاليا كمشرفة خدمة عملاء بتوجه للصالة اي عميل، مثلا بنشوف برضو هو ايه الطلب بتاعه، لو ممكن نخلصه له مثلا نتوجه برضو للقسم اللي هو هيتعامل معاه، نشوف ممكن يخلصه ازاي بسرعة، ممكن نزيد وعيه في ان احنا نعرفه ان هو مثلا لو هو في طلب ممكن يخلصه من خلال الابليكيشنز بتاعتنا. ما تزودي معرفتنا احنا بالخدمات الالكترونية دي. طبعا يعني ايه خدمة الفون كاش، ايه خدمة الموبايل ابليكيشن، احكي لنا. الفون كاش دي محفظة على الموبايل بتاع حضرتك، تربط عليه اي عدد من الكروت انت عايزها، ممكن تشحن بيها الموبايل، تدفع بيها فواتير الكهرباء المياه الغاز، تحجز بيها تكتات طيران واتوبيس جو باص كلام من ده، تحول بيها رصيد لاي محفظة على مستوى يعني مستوى البنوك والشركات الاتصالات، بتسهل على اي حد ان هو يتعامل في ويشتري بيها، يتعامل في اي امور مالية اللي عايز يحول لابنه لاي حد معوش كروت او كلام من ده. في برضو الموبايل ابليكيشن لعملاء البنك ده ممكن يستفسر على الارصدة بتاعته ويعمل كشفات حساب، ممكن يحصل منها شيكات، ممكن يستعمل اي حاجة وعايزها، يحول من حسابه لحساب اي حد تاني، يشتري شهادات كأنه جوه البنك بالظبط.